النهاردة هنبتدي مع بعض أول درس في التاريخ في الترم الثاني، بس قبل يعني ما أخش في الدولة الأموية أو الكلام من ده، تعالوا ناخد كده تمهيد نفكركم كده ونعمل فلاش باك للترم الأول. احنا عرفنا طبعا في الفصل الدراسي الأول إن احنا بندرس التاريخ الإسلامي، وعرفنا إزاي نشأت الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد كده اتسعت جدا الدولة الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين، وإن عصر الخلفاء الراشدين اللي هو كان أبي بكر وعمر وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. وعرفنا الخلاف اللي حصل بين الخليفة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان في آخر درس خالص بتاع علي بن أبي طالب، لما تم انقسام المسلمين لفريقين. وفي الآخر عرفنا برضو إن تم مقتل علي بن أبي طالب على إيد أحد الخوارج، وانتهى بذلك عصر الخلفاء الراشدين في 40 هجرية. هنستكمل بقى إن شاء الله مع بعض الترم ده. هتقوم دولة اسمها الدولة الأموية والعباسية، وهيبقى فيه عدد من الدول المستقلة اللي هتحكم مصر، وهنشوف كل ده إن شاء الله مع بعض يعني مع الوقت. أول حاجة عندي الدولة الأموية، هو مين اللي أسسها يا مس؟ اللي أسسها معاوية بن أبي سفيان سنة 41 هجريا، يعني بعد علي بن أبي طالب على طول. طب تعالوا نحكي القصة، إيه اللي حصل؟ بعد وفاة علي بن أبي طالب المسلمين كلهم اجتمعوا وقالوا إحنا عايزين الحسن ابن علي بن أبي طالب هو الخليفة، تمام؟ بالفعل كان الحسن المفروض هو يبقى الخليفة، ولكن الحسن تنازل عن الخلافة لأخوه، هو وأخوه الحسين اللي هما ولاد علي، تنازلوا ليها لمعاوية بن أبي سفيان حقنا لدماء المسلمين ولتوحيد كلمتهم. فعرف العام ده بتاع 41 بعام الجماعة. مدة الحكم بتاعت الدولة الأموية قعدت 91 عام، عدد الخلفاء 14 خليفة. وهنا عامة العاصمة في البداية كانت دمشق. طب مين أشهر الخلفاء اللي حكموا الدولة الأموية؟ أشهر الخلفاء اللي حكموا الدولة الأموية، واحد معاوية بن أبي سفيان، هو طبعا اللي مؤسس الدولة الأموية أصلا، فهو أول خليفة مسك من 41 ل60 هجرية، وأصبح هو الخليفة بتاعة الدولة الإسلامية كلها. طيب أهم أعماله قبل الخلافة، هو عايز يفكرك بيه قبل ما يكون خليفة، هو كان من كتاب الوحي برضو أيام الرسول، وشارك في حروب الردة، فاكرين حروب الردة اللي كانت أيام أبي بكر الصديق، وفتح بلاد الشام، أصبح والي على الشام سنة 18 هجرية، وخدناها الترم الأول إن معاوية بن أبي سفيان هو كان والي الشام. بعد كده تمت الخلافة بتاعته في 41 هجريا زي ما قلت من شوية في الظروف اللي حكيتها. أول ما مسك إيه أهم أعماله؟ نقل، أدخل، أنشأ، شيد، واصل، اهتم. نقل عاصمة الخلافة من الكوفة إلى دمشق حتى يكون بين مؤيديه. أدخل نظام الوراثة في الحكم، هنا نظام الوراثة بقى في الحكم خلاص، ما بقاش زي الأول بالانتخاب والشورى. أنشأ ديوان جديد اسمه ديوان الخاتم عشان يختم بيه أي مراسلات أو جوابات أو أي حاجة يكتبها تخص البريد. شيد مدينة جديدة لأن اهتم بالعمران، مدينة اسمها القيروان. وواصل في عهده حركة الفتوحات الإسلامية، واهتم بالبحرية الإسلامية اللي هو الأسطول الإسلامي، وتوفى عام 60 هجرية. يجي بعديه طبعا عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان من أهم خلفاء الدولة الأموية، هو المفروض ترتيبه الخامس في الدولة الأموية، لكن احنا لقبناه بالمؤسس الثاني للدولة الأموية لأنه فعلا هو اللي وحد البلاد وجمع كلمة المسلمين وقضى على الفتن والثورات اللي ظهرت بعد معاوية بن أبي سفيان. يبقى بالرغم ان هو الخامس احنا اعتبرناه المؤسس الثاني. خلافته مسك من 65 ل86 هجرية. أهم أعماله تعريب، تنقيب، إنشاء، ضرب، واصل.
واحد تعريب الدواوين. يعني ايه يا ميس تعريب الدواوين؟ يعني الدواوين، فاكرين الدواوين اللي انشاها عمر بن الخطاب ولسه قايلين من شويه ان معاويه عمل ديوان جديد اسمه ديوان الخاتم؟ هو عربها. يعني ايه عربها؟ يعني جعلها مكتوبه باللغه العربيه. 2، قام بتنقيط المصحف الشريف، يعني هو اللي نقط عمل النقط على الحروف في المصحف الشريف. انشأ مسجد قبة الصخرة في بيت المقدس، المسجد المشهور جدا اللي هو القبة بتاعته لونها ذهبي، الصورة بتاعتنا اهي الصورة محطوطة اللي احنا عارفينها كلنا واللي احنا حافظينها. هو اللي عمل مسجد اسمه قبة الصخرة. ضرب العملة الإسلامية، يعني إيه ضرب العملة الإسلامية؟ دي من أهم أعماله برضو، لأن قبل عبد الملك بن مروان من أيام الرسول لغاية معاوية بن أبي سفيان إحنا ما عندناش عملة إسلامية إحنا اللي بنستعملها بتاعتنا خاصة بينا. أمال إيه يا ميس؟ هو من بعد ما جاء عبد الملك بن مروان هو اللي عمل العملة الإسلامية للدولة الإسلامية، وكان بيحط عليها صورة الخليفة وختم الدولة الإسلامية. وواصل في عهده برضو حركة الفتوحات الإسلامية. يبقى قام بتعريب الدواوين، قام بتنقيط المصحف، أنشأ مسجد قبة الصخرة، ضرب العملة الإسلامية، وواصل حركة الفتوحات الإسلامية، وتم وفاته سنة 86 هجرية. 3، الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك ده ابن عبد الملك بن مروان، فهو سادس خلفاء بني أمية ورقمه السادس لأن والده كان الخامس. العصر بتاعه لقب بالعصر الذهبي طبعا، لأن الوليد بن عبد الملك مسك من 86 ل 96، بس أعماله كانت قوية جدا والدولة الإسلامية في عهده كانت كبيرة جدا والفتوحات كانت ضخمة جدا. تعالوا نتعرف على أعماله. 1، هو بنى المسجد الأموي في دمشق، وده من أحلى المساجد في سوريا طبعا، اسمه المسجد الأموي وسماه على اسم الدولة. أعاد بناء مسجد الرسول مرة أخرى في المدينة، وهو اللي وضبه، هو أول واحد دخل فكرة إن يتعمل بمية الذهب وإن هو يتعمل بالسيراميك المعين اللي إحنا شايفينه وبالشكل اللي إحنا بنشوفه لغاية النهاردة. فهو أعاد بناء المسجد النبوي في المدينة. وسع الحرم المكي بمكة المكرمة اللي هي الحتة اللي بنطوف فيها حوالين الكعبة، وسعها لأن عدد المسلمين هنا بيكبر. 4، حفر الآبار ومهد الطرق وظبطها في الدولة الإسلامية. 5، قدم الخدمات الاجتماعية للناس، يعني طول الوقت كان بيساعد المرضى والمعاقين والفقراء. اهتم بقى بالفتوحات الإسلامية، ودي أهم أعماله. فالدولة الإسلامية في عهد وصلت لفين؟ لبلاد الأندلس في الغرب اللي هي أسبانيا دلوقتي، لغاية إقليم السند في الشرق، لغاية كده حدود السند والهند شرقا. فوصلنا لمكانة كبيرة جدا، والفتوحات الإسلامية كانت واسعة جدا في عهده. وتوفى عام 96 هجرية. رقم 4، عمر بن عبد العزيز. طبعا عمر بن عبد العزيز احنا بنسميه الخليفة الزاهد، وهنشوف دلوقتي ترتيبه. هو تامن خلفاء الدولة الأموية، جاءت خلافته من 99 ل 101 هجرية. امتلأت البلاد بقى في عهده بالعدل والسماحة، ففكرنا كده بأيام زمن الخلفاء الراشدين. فاكرين الخلفاء الراشدين يا ولاد؟ اللي هو أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فإحنا لقبناه بخامس الخلفاء الراشدين. ليه يا ميس؟ بما تفسر؟ لأنه فكرنا وأعاد سيرة الخلفاء الراشدين بأعماله وبصفاته، كان ماشي بنفس منهجهم وبطريقهم. تعالوا نشوف أهم أعماله. حافظ طول الوقت على المال العام، أموال الدولة الإسلامية يعني، حيث أعاد ما وهب إليه من أموال هو وزوجته إلى بيت المال، وطلب من بني أمية إرجاع ما أخذوه أيضا. يعني أي فلوس كان بيتقاضيها من بيت المال هو وأسرته أو الدولة الأموية عامة، الناس اللي كانت بتحكم، رجع الفلوس تاني لبيت المال، وكانش بيتقاضى أجر. عين الولاء اللي تميزوا بالتقوى والصلاح وحسن السيرة،
يعني حتى الناس اللي كان بيختارها تشتغل معاه كانوا بيتميزوا بالتقوى والأخلاق الحسنة والسيرة الطيبة. 3. أنشأ المساجد برضو ومهد الطرق وحفر الآبار واستصلح الأراضي، فالخير في عهده كان كبير جدا. وأيضا اهتم بنشر الإسلام في البلاد اللي مفتوحة بالموعظة الحسنة، يعني كان بينشر الإسلام بطريقة كويسة. النتائج اللي ترتبت على طريقته دي إن دخل عدد كبير من الإسلام في عهده، وتم وفاته سنة 101 هجرية. عوامل بقى ضعف الدولة الأموية، هل استمرت كتير؟ لا، هتقع. أمال إيه مس إزاي وقعت أو إيه اللي خلاها ما تستمرش، يعني العيلة بتاعت الأمويين؟ 1. أي عوامل ضعف لأي دولة هي كده خليها قاعدة في حياتك. إحنا لسه هناخد دول كتير حكمت مصر، كل دولة هتقع بسبب ضعف الأمراء أو الخلفاء، يعني اللي بيحكموا كانوا ضعاف، فأكيد الدولة هتقع. يبقى 1. ضعف الأمراء والصراع بينهم، لأن كانوا بيعينوا 2 منهم في ولاية العهد المفروض بعد الخليفة، يعني لأن الموضوع خلاص قلنا بقى وراثة، بيجي ابنه مثلا يحكم. لأ، هما كانوا بيعينوا بالاتنين بالأمراء، طبعا الأمير ده بيبقى ابن الخليفة أو الملك اللي بيحكم، فكانوا بيعينوا بالاتنين في ولاية العهد. فكان بيحصل بقى بعد ما بيتوفى الأب بيبقى هنا بقى في صراع، فالصراع ده طبعا بيؤدي للضعف. 2. الصراع بين القبائل العربية على النفوذ والسلطة، طبعا كلنا فاكرين القبائل ان اصلا العرب لسه مقسمين، يعني معظمهم لسه في قبائل موجودة، القبائل العربية المشهورة برضو لسه الصراع قائم ما بينهم. 3. كراهية الموالي للأمويين، يعني ايه مس كلمة الموالي؟ مين الموالي دول؟ دول المسلمين اللي دخلوا الدين الإسلامي بس مش عرب، أجانب بس دخلوا الدين الإسلامي، كانوا طول الوقت بيكرهوا الأمويين لأن هم شايفين إن الأمويين كانوا بيفضلوا العرب عليهم في الحكم وفي الإدارة، فده برضو أدى إلى ضعف الدولة الأموية. 4. كثرة الثورات اللي قام بها الشيعة والخوارج، فاكرين الخوارج اللي من أيام علي بن أبي طالب؟ والشيعة دول برضو فئة كده من المسلمين ظهرت، فكانوا بيعملوا ثورات ومشاكل كتيرة جدا في عهد الدولة الأموية. 5. دعوة العباسيين على إيد أبو مسلم الخراساني وهزيمة الأمويين في موقعة الزاب. إيه بقى مس النقطة دي؟ هنا هيبتدي يظهر ناس جداد أو روح جديدة في الدولة الإسلامية اللي هم العباسيين، نسبة للعباس طبعا عم الرسول كانوا مسمين اسمهم كده، فالناس دي بقى هي اللي عايزة تحكم الدولة الإسلامية. فمين صاحب الدعوة دي؟ كان واحد اسمه أبو مسلم الخراساني، وبالفعل دخلوا مع الأمويين في معركة اسمها معركة الزاب 132 هجرية. ايه نتائجها؟ اتهزم الامويين واتقتل اخر خليفة فيهم خالص اللي هو اسمه مروان ابن محمد. 2. خلاص تم مبايعة عبد الله ابن محمد خليفة للمسلمين ليعلن قيام الدولة العباسية، او ممكن نقول عليه ابو العباس، يعني عبد الله ابن محمد ده اللي هو ابو العباس اللي هو اسس بقى الدولة العباسية. تمام؟ يبقى ايه عوامل ضعف الدولة الأموية؟ ضعف الأمراء والصراع بينهم على الحكم، الصراع بين القبائل العربية على السلطة، كراهية الموالي للأمويين اللي هم غير العرب لأنهم بيفضلوا العرب عليهم، كثرة الثورات اللي قام بها الشيعة والخوارج، دعوة العباسيين على إيد أبو مسلم الخراساني اتهزموا في موقعة الزاب، موقعة الزاب بين الأمويين والعباسيين، النتائج هزيمة الأمويين وقتلوا آخر خليفة فيهم مروان بن محمد، وبالفعل تم قيام الدولة العباسية، وده اللي هنعرفه في الدرس الجاي.